حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. بكل فخر واعتزاز نواكب هذا الحدث المهم والمفرح بنفس الوقت بعد إعلان المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله صباح هذا اليوم استهدافها مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل التابعة للاحتلال الصهيوني والمتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية وصناعة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي، وأشهر صناعاتها القبة الحديدية والواقعة في شمال مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا. وسبقها استهداف المقاومة لقاعدة ومطار رامات دافيد لمرتين وبعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، وبانتظار أن ينضم لنا عبر سكايب الأستاذ أمين ناصر الكاتب والسياسي المستقل. أرحب بك أستاذ صباح، ونتساءل بداية بعد البيجر والأجهزة اللاسلكية غارات وشهداء وجرحى في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية في اللبنان، شنو الرسائل اللي أراد الكيان الصهيوني إيصالها من خلال هذه العمليات المستمرة واستهداف الجنوب اللبناني بهذه القوة وفي هذا التوقيت بالذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهوركم الأكارم. حياك. يعني أكيد أنه الرسالة التي أو الرسالة التي أراد إيصالها الكيان الصهيوني إلى المجتمع اللبناني وإلى المجتمع العربي بأنها هي قادرة على أنها تخترق مساحات كثيرة وكبيرة، وأيضا أنها قادرة أن تحرك العمليات يعني القتالية بصفة يعني قتال الأشباح، أي أن الإنسان يشعر بأن كل شيء هو عبارة عن قنبلة موقوتة أمامه ويصبح يتحسس بالموبايل والقلم والتلفزيون وأي حاجة يشعر أنها ستنفجر. وهذه جزء من العمليات النفسية التي أراد الكيان الصهيوني أن يتعامل بها مع الشعب اللبناني. لكن هذه العمليات هي عادة ما تكون عمليات هي ما بين عمليات حقيقية وما بين عمليات نفسية، وهذه تعتبر جزء من الحروب الهجينية التي تتمازج فيها ما بين عملية القتال العسكري والقتال النفسي. اليوم إسرائيل أعلنت عدم مسؤوليتها عن أجهزة البيجر وانفجارها بالإضافة للأجهزة اللاسلكية، وقالوا إنه إحنا ما لنا علاقة بالموضوع، هذا خرق وصار أو فد مشكلة في هذه الأجهزة وتسببت بانفجارها. يعني هنا يعني إسرائيل تتحدث أو يتحدثون من منطلق دع عملك يتحدث وصمت أنت، يعني بمعنى أنه اجعل عملك هو الذي يخيف الآخر، اجعل الآخر أنه يتحسس منك ويخاف منك أنك دائما تعلن أنك بريء من العملية الفلانية، ولكن كل المؤشرات تقول بأنك أنت من قمت بهذا العمل. وهذه جزء من السياسة التي هي بمعنى أنك تعظم الحدث من خلال الاستنكار، وحتى ولكن تترك بصماتك بأنك أنت الفاعل. اليوم كيان الصهيوني عندما يعمد إلى مثل هكذا أعمال هي أيضا متورطة في أعمال اغتيالات، اغتيال هنية وغيرها، هي لم تعلن يعني رسميا أنها قامت بهذه العملية، ولكن عندما تجد البهجة على قلوب بعض المسؤولين وعندما يتحدثون ها نحن قد أبرزنا جانبا ضئيلا من قوتنا، هذه كلها رسالة مبطنة، رسالة مبطنة. سلسلة الاغتيالات مستمرة، يعني حادثة يوم أمس استشهاد الحاج إبراهيم عقيل الحاج عبد القادر وكذلك الشهيد المجاهد محمود ياسين حمد، طبعا بالتالي هذه سلسلة مستمرة، سلسلة الاغتيالات. طبعا هذه سلسلة الاغتيالات هذه كانت مباشرة وأعلنت مسؤوليتها، يعني هي تعلن بأن مسؤوليتها، حتى تريد أن تقول بأن العمليات التي هي فيها يعني على سبيل المثال بعض العمليات التي يستشهد فيها الكثير من المواطنين يحاول الكيان الصهيوني أنه يربأ بنفسه عن هذه العملية حتى لا تنقلب عليه المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني ويقولون أنت يعني خالفت قواعد الاشتباك وقواعد الحرب وأنك بدأت تتوجه نحو المدنيين وضرب المدنيين، ولكن في الواقع نحن نرى الصواريخ الإسرائيلية يوميا تقتل بالمدنيين في غزة، يوميا تلحقهم، حتى اليوم عندما ضربوا مدرسة يعني كانوا أخذوا هذه المدرسة مأوى لهم لمدة 8 أشهر، اليوم ضربوا هذه المأوى، ضربوا مأوى كثيرة. بالتالي هذه سياسة واضحة بأنهم يعني يتعاملون بعملية إبادة. هذا ما يؤكد طرح نتنياهو بالأمس لما ذكر أنه دمر الكيان الصهيوني 6,000 منصة لضرب الصواريخ و400 منصة معدة لاستخدامها لضرب الكيان الصهيوني، لكن شفنا الرد من حزب الله رد قوي ورد في أماكن مهمة، أماكن صناعية، أماكن أطلاق صواريخ، قاعدة ومطار جوي تستخدم للدفاعات الجوية.
فبالتالي نسأل اليوم عن أهمية هذا الحدث وأهمية هذه الضربة بالنسبة لحزب الله على الكيان الصهيوني. لاحظ أنه أكو مفهوم قديم، هذا المفهوم يسمى بأنه الحرب خدعة. كان بعض الحرب العالمية عندما حصل القتال بين الحلفاء والمحور، جاءوا الحلفاء ووضعوا قواعد وهمية ووضعوا دبابات وهمية عبارة عن بالونات لكي يخدعون جيش المحور، وتتم استنزاف أسلحتهم على مواقع هي يعني لها أموال قليلة جدا. اليوم أنا أعتقد بحسب تصوري أنه هذه المواقع هي أغلبها مواقع وهمية أعطتها من يعني استطاعت أن تسربها من خلال الجواسيس الموجودة. يعني أنت تعلم بأنه في كل أماكن هناك جواسيس واعي تعمل بالضد، وهي أوصلت هذه القواعد. تقصد مواقع حزب الله؟ مواقع حزب الله نعم. يعني كأنما أنا في وجهة نظري بأن حزب الله أرادت إيصال هذه المواقع إلى أجهات وإيهام الكيان الصهيوني، وإيهام الكيان الصهيوني لتوجيه الضربات. هذه الضربات عندما يتم ضرب هذه الأماكن، العدو سيستشعر بالنصر ويقول أنا حققت هذا الشيء، ضربت أكثر من 1000 موقع لقواعد عسكرية، ما يعني أن حزب الله قد شلت قدراته. ولكن عندما تأتي عملية المباغتة، أن تأتي إليك الصواريخ كرشقات الأمطار ولا تعلم من أين جاءت وبهذه القوة وبهذه الدقة لكي تضرب أهدافها، هذا سيولد تعكس الحرب النفسية أو الحرب الهجينة على الطرف الآخر، على العدو الصهيوني، ما يعني أن العدو الصهيوني اليوم استشعر بقوة حزب الله، بل حتى جيش الكيان الصهيوني اليوم دخل في حالة الإنهاك وفي حالة يعني الانهيار النفسي، لأنه ما كان يتوقع أن جيشا أن تصريحا من نتنياهو وهو يمثل قائد عام في إسرائيل بأنهم تمشل قدرات حزب الله، وإذا قدرات حزب الله في فجر اليوم يبين شيء خلاف ما كان يتوقع، ويستخدم صواريخ ربما لم تدخل في الخدمة السابقة. لهذا نتساءل أنه شنو خصوصية هذه الضربة، عنصر المفاجأة، قوة الضربات وأماكنها، شنو اللي يميزها عن غيرها من الضربات حتى تكون مؤثرة بهذا الشكل؟ طبعا هي العنصر المفاجأة كانت موجودة في هذه الضربات، وتحديد الأهداف كانت موجودة في هذه الضربات، وأيضا ما كان يتخيله العدو بأن حزب الله لن يستطيع بتوجيه أي ضربة لأسابيع وأن شلت قدرته، وكذلك إدخال صواريخ يعني جديدة، يعني فادي واحد وفادي اثنين، إضافة إلى صواريخ خيبر عندما أدخل في هذه الخدمة، إنما أوصلت رسالة إلى العدو الصهيوني بأننا اليوم نمتلك قدرات عسكرية وقواعد كثيرة جدا، بمعنى يا كيان الصهيوني أيها الإسرائيليون، أنتم مهما أوصلتم وضربتم مواقعنا بقوة فنحن سنأتي لكم بصواريخ جديدة وبقواعد جديدة، وهذا جزء من يعني أخطر عمليات الاشتباك والحرب الهجينية، أنك تعامل بطريقة الحرب النفسية مع عدوك وتعامل معهم بالحرب الميدانية. قبل أن أنتقل لي الأستاذ أمين، إيش قد اليوم مؤثرة الجبهة الشمالية بالنسبة للكيان الصهيوني، الجبهة الجنوبية بالنسبة للمحور اللبناني لحزب الله على الكيان وحركة الكيان؟ طبعا الجبهة الشمالية هي طبعا تعتبر من الجبهات المهمة بالنسبة لحزب الله، وأيضا المهمة بالنسبة للكيان الصهيوني، باعتبار أنه نقطة الصراع على هذه المنطقة يعني مزارع شبعة وكريات شمونة وبعض الأماكن في يعني بين لبنان وبين سوريا بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، إضافة إلى يعني النهر الليطاني اللي يعتبر تعتبر من الأنهار المهمة. هم ليس المسألة هي نهر الليطاني، إحنا شو نقول شارع فلسطين، هو معناه هو قدر التمدد على الشارع الكيان، على المنطقة المحيطة به. هذه تعتبر أهداف استراتيجية للطرفين، ولهذا احتدام الصراع في هذه المنطقة تكون كثيرة وكبيرة. لهذا أنا أعتقد بأن الجانب الإسرائيلي الذي اليوم يندفع باتجاه الدخول البري، لا أعتقد بأنه يستطيع أن يدخل بريا، هو عندما فشل جويا وكانت هذه المفاجأة من حزب الله له، هذا يعني متى ما استطاعت الكيان الصهيوني أن يشل القدرات الجوية والصاروخية لحزب الله، عندها يستطيع أن يتحرك بريا. راح نناقش مستقبل هذه المعركة. نرحب بالأستاذ أمين ناصر، الكاتب والسياسي المستقل اللي ينضم لنا من بيروت عبر سكايب. حياك الله أستاذ أمين. حياك الله وبياك. أهلا ومرحبا. بداية أسألك من موقع أقرب عن الأوضاع حاليا في الجنوب اللبناني، خصوصا بعد الغارات المستمرة من الكيان الصهيوني، إذا كانت مستمرة في هذا الوقت أو لا بداية أتساءل، وبعد الشهداء والجرحى في الضاحية الجنوبية، لذلك نتساءل عن الأوضاع حاليا في هذه المناطق. تحية لك وتحية للضيف الكريم الأخ الأستاذ صباح زنقنا برائد، وتحية للمشاهدين الكرام. طبعا المناوشات مستمرة وهذه حرب، ومثل ما قال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الحرب السجال، يوم لك ويوم عليك.
تصور وتوهم الإسرائيلي أنه بحادثة الغدر الجبانة في مزرتي 3 و4 بتفخيخ البيجر في البيوت والأسواق والمحلات والآمنين والمساجد غدراً، باعتبار أن المقاتلين الذين استهدفوا والعناصر وبيئة حزب الله لم يكونوا في الجبهات على الخطوط، على خطوط التماس، كانوا يعني واستهدفوهم بهذه الطريقة، وثاني يوم وثالث يوم، والاجتماع اللي كان لقادة الرضوان في مبنى سكني كان ما زال حتى هذه اللحظة فرق الإنقاذ تحاول استخراج رفات جثامين المدنيين وبعض القادة كذلك من الشهداء الذين سقطوا بهذا الاستهداف. توهموا الصهاينة أنهم يكسرون شوكة حزب الله، ولهذا حديث كثير نسمعه هنا وهناك عن الخرق الكبير الذي تعرضت له بيئة حزب الله، كيف يتمكنون أول يوم من أن يخترقوا بالبيجر، ثاني يوم بالهوكتوكي هذه الأجهزة المستوردة، نظرية المؤامرة اشتغلت وارتفع منسوبها حتى كاد البعض أن يخلع عباءة حزب الله ويذهبوا إلى غير مسارات واتجاهات، وكأنه الأمور انتهت وانتصروا الصهاينة. البارحة بعد 12 بالليل زين، وهذه بالمناسبة صواريخ فادي واحد وفادي اثنين يعني هيج تفاليس، يعني بلبنان يسمون فتيشات وفرقعات. هذا علنت عن المقاومة اللبنانية أنه هذه الصواريخ مو صواريخ تخصصية يعني، وهذا الغريب بالموضوع ويخلينا نسأل انه فجر واحد وفجر اثنين وفجر خمسة، هذا اللي يخلينا نسأل انه شنو يملك اكثر اليوم حزب الله عزيزي. هي يعني بين بعدين، بعد اول 50 كيلومتر والبعد الثاني 100 كيلومتر، ولكن الرؤوس هي رؤوس ليست بالثقيلة. الإصابة وين؟ الإصابة ان إصابة المعسكرات ومعسكر وقاعدة رامات ديبيت، وكذلك بعدها إصابة مصنع رافائيل وهو المصنع المتخصص بصناعة الإلكترونيات. هذه شنو خصوصيتها هذه الأهداف؟ رامات ديفيد مصانع رافائيل، يعني رامات ديفيد هي القاعدة اللي كان فيها قبل يومين نتنياهو وتحدث، هو وغالينت وتحدثا عن ضرورة إبادة حزب الله وضاحية بيروت الجنوبية، والجنوب حزب الله فجرا أصابها هذه القاعدة، أبادها قاعدة رامات ديفيد، قاعد يعني مصانع رافائيل هي المصانع اللي كانت متورطة بتفخيخ البيجر والهوكيتوك. يعني حزب الله يريد أن يقول بهذه الرسالة، والبيانات معروفة يعني واضحة، يعني أطلق بيانات هذه المصانع متورطة بهذا الموضوع، موضوع البيجر والأجهزة. أنا مدى أسمع يعني العفو، هذه المصانع ذكرت أنه هذه المصانع هي المتورطة بتفجير أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية، المصانع المتورطة بإدارة كل ما يتعلق بالخرق السيبراني والتفجير والتفخيخ الإلكتروني وإلى ما عليه، يعني مصانع الاغتيالات عبر الموبايلات، عبر البيجر، عبر الهوكتوكي، استهدفوا حزب الله وأباده فناء راح طلع من الخدمة، وكذلك القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت مبنى مجمع القائد قبل يومين. يعني الرسالة من رد حزب الله أنه الأهداف اللي تتصورون من وصلها وصلنا لها، الأهداف التي انطلق منها الاعتداء أو القواعد التي انطلق من الاعتداء على حزب الله وجمهور حزب الله وصلنا لها، بل وصلنا إلى ما هو أبعد من ذلك اليوم في عكا وحيفا، واليوم يعني عشرات جثامين القتلى في الطرقات مرمية. والرسالة واضحة، وبالتالي اليوم إسرائيل في حالة هستيريا كبيرة، ونتنياهو قطع زيارته إلى نيويورك لحضور الاجتماعات مجلس الأمن والجمعية العمومية. وهو الآن في يعني مرتفع عند سقف التهديدات، سنبيد وسنقتل وسنعود. هذا ما تعودنا عليه من نتنياهو بكل مرة، يعني بعد كل حادثة، بعد كل عملية لحزب الله، نفس التصريحات ونفس نفس الأخبار، راح نسوي حرب شاملة، راح نبيد كل مقرات حزب الله وعناصر حزب الله، وكل مرة يكون حزب الله أقوى في مثل هكذا عمليات ومثل هكذا ردود. أرجع لك مرة ثانية إن شاء الله أستاذ أمين، أستاذ صباح، فبالتالي هل هذا يؤشر على أن المحاولات الإسرائيلية لإضعاف حزب الله فشلت بشكل تام بعد هذه العملية؟
يعني لا شك انه ما تفضل به الزميل العزيز الاستاذ امين ناصر. طبعا بالمناسبه الاستاذ امين يعني اذا ما عندنا اخبار هو اول شخص يوصلنا الاخبار عن طريق الواتساب قبل الكل يعني قبل حتى الفضاء ان شاء الله. وهذا دليل يعني على انه هو حريص على ان يكون الاصدقاء المحللين في صوره سريعه جدا بالحدث. بالنسبه لما يتفضل عن سؤالك فيما يتعلق بان يعني محاولات اضعاف حزب الله. اضعاف حزب الله، طبعا حزب الله هو هذه هي ليست المره الاولى التي يقال اضعاف حزب الله واضعاف حزب الله. تخيل انت منذ عام 82 الى حد اليوم يقولون اضعاف حزب الله، ضرب حزب الله، يعني سحب سلاح حزب الله وغيرها، ايقاف هذه الجبهه الشماليه، هذه الجبهه الشماليه وكلها. يعني هذا الامر انا استغرب انه يوم بعد يوم حزب الله يزداد قوه اكثر من ذي قبل. وانا اعتقد بانه حزب الله عندما يدخل اي حرب، سواء دخل في حرب تموز او قبل من الحروب او الحروب اللاحقه او هذه الحروب التي هو فيها من مده عام، يعني اعتقد هذه كلها ستزيد قدرات حزب الله العسكريه والميدانيه. حزب الله هو ليس حزب تنظيري لكي نقول بانه يتعامل وفق رؤيه تنظيريه، هو حزب ميداني، هو حزب عملي. عندما يتعاطى مع العمل، يتعاطى مع البندقيه والصواريخ، هذه كلها ستولد لديه القدره الكافيه بانه يستعيد نشاطه في كل مره وبسرعه. نحن عندما نتحدث عن الضعف الذي تتحدث عنها وسائل الاعلام، يستعيد نشاطه بعد بهذه السرعه. مثل ما نقول أجهزة بيجر انفجرت قبل يومين، أول البارحة وقبلها إحنا بتغطية خاصة عن هذا الحدث وشهداء وجرحى وعملية اغتيالات. الذي هذه السرعة الذي يأخذ هذا المكان يتوقع كل شيء منفجر عنده، كما أسلفت قبل قليل، يتوقع القلم ينفجر، السيارة تنفجر، كل شيء ينفجر. هم حتى هناك أدوات اتصال فيما بينهم هي غير مرتبطة بأي دولة من دول العالم. لا يعني هل تعتقد أن الذي يستطيع أن يصنع صواريخ لا يستطيع أن يصنع بعض الأجهزة البسيطة للاتصال فيما بينهم؟ يعني هذا شيء يعني أنا أراه شيء بسيط جدا يعني بالنسبة لحزب الله. حزب الله عندما استشهد الكثير من قادته، وترى سيد حسن نصر الله يخرج في التلفاز وهو بكامل أسفه وألمه، لا يعني أنه بكامل انهياره وبكامل ضعفه، بل نجد في اليوم الثاني عندما تنتهي عملية النعي يسترد حزب الله قوته مرة أخرى. ما يعني أن هذا الحزب هو قادر على النهوض ونفض التراب من رأسه بسرعة، وهذا طبعا هو الذي أقلق الكيان الصهيوني. اليوم كما أنه شخص هو قوي يضرب شخصا يعرف أن هذا الشخص يمتلك القدرة على الضربات السريعة كلاعب التايكواندو وهو ملاكم جثيث وضخم، عندما يوجه ضربة إلى لاعب التايكواندو يوجه إليه ضربة وهو خائف لأنه يعلم ممكن بأي حركة يعني سريعة وخفة حركة ممكن أن يضرب هذا اللاعب الكبير ويسقطه وإن كان هو من وزن الديك أو من وزن الثقيل. بالتالي حزب الله هكذا يتعامل، وزن الدجاجة، وزن الدجاجة هذا اللي بيّن البارحة واليوم وزن الدجاجة. نعم بالتأكيد، يعني اليوم حزب الله عندما يتعامل بـ 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 بهذه الطريقة إنما هو لا يبرز كل قدراته، يعطي قدراته، يشير إلى قدراته ولكن لا يبرز هذا. وبالمناسبة ما دمنا نتحدث عن الطريقة هذه، يعني هناك فن في طريقة الكونفوشيوس أو هي جزء من ظهرة الكونفو. هناك فكرة كان يسمى المعلم السكران، يعني بمعنى أنه هذا المعلم هو الآن في حالة خمول وفي حالة عدم يعني سيطرة على الذهن، ولكن ضرباته تكون أقوى من الآخر. اليوم إذا وضعنا القضية في ضربات التايكوندو فإن حزب الله يتعامل مع إسرائيل بضربات المعلم السكران، حيث لا يعلم من أين تأتي الضربة وكيف تأتي الضربة، وأن هذا الشخص الذي أمامه هل هو بقدرتي أم خارج قدرتي. وهذه أخطر العمليات النفسية التي يقوم بها حزب الله. هذا ما تأكد العملية الأخيرة. أستاذ أمين، أستاذ صباح طلع خبير بالكانفو أيضا مو فقط بالدراسات الاستراتيجية. احنا قبل بالمدينة تعرف صباح جيراننا أبو رعد، إذا نشوف صباح نشرد لأنه أنا لزمي يضرب رأيي. أها هيك الموضوع قديم فضحت. زين خليني أرجع لسؤالي المهم الآخر، أنه اليوم شنو اللي يمثل استهداف حزب الله لمنطقة حيفا المحتلة والدخول بهذا العمق في داخل الكيان الصهيوني واستهداف هذه النقاط الهامة؟ لا هو قبل ذلك يعني طارت هدهد وطارت التجسس اللي أطلقها حزب الله المسيرة والتي جاءت بمعظم هذه الأهداف في تموز تحديداً في 22 تموز الماضي. نعم يعني أعطت الداتا كلها، سوت مسح كبير لديموغرافية هي اللي كشفت عن هذه الأهداف، وبالتالي اليوم حزب الله عندما يطلقوا هذه الصواريخ يعرف وين يضرب. أنا قلت مرارا وتكرارا حزب الله لا يوجد في أبجدياته وأيديولوجياته
مقاوماتي طيلة هذه السنوات شيء اسمه استهداف مدنيين أو عزل أو نساء أو أطفال أو مستشفيات. يعني في حادثة حتى التخلص من رئيس قوات لحد هشام عقل كان أو هاشم عقل أبان الحرب، يعني أبان الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت في 82، بعدين من لكفوه هذا كان قائد قوات عميلة لإسرائيل، كان يحقق ويعذب ويقتل ويسلم إلى دور المقاومين إلى إسرائيل. انتظروا 6 أشهر يلا زرعوا له العقوة وتخلصوا منه، يوم يقولون ما نقدر نقتله يا ابنه، يوم يقولون يا حمايته. وحتى بعد ذلك حتى العملاء سلموهم لاستخبارات ومخابرات الجيش. وحتى كل الضربات، كل الضربات الأخيرة حزب الله، أهداف حزب الله دقيقة، أهداف حزب الله شلت الكيان الإسرائيلي، سواء كان في حيفا وسواء كان في عكا وكريات الشمونة، بل بضرب الله يحاول حيفا أستاذ إلى العالم الذي بضرب حيفا بعد قليل في نيويورك. رحنا إلى منطقة جديدة بالحرب مع الكيان الصهيوني، نحن باستطاعتنا أن نصل إلى تل أبيب وإلى العمق الإسرائيلي. سؤالي بضرب حيفا هذا بما معناه أنه انتقلت المعركة إلى مساحات جديدة مع الكيان الصهيوني؟ لا، هو شوف عندما ينتقل الإسرائيلي إلى ضرب ضاحية بيروت الجنوبية، عندما استهدف السيد فؤاد شكر وهو الرجل الذي كان يدير عمليات الجنوب، ثاني يوم ثالث يوم انطلقت من حزب الله من الجنوب 320 طائرة مسيرة وصاروخ. يعني البعض كان يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبلغت إسرائيل قبل إطلاق هذه المسيرات الإنقضاضية، وبالتالي كان هنالك ضربة سمتها إسرائيل بالاستباقية لبعض المناطق، تحدث عنها الأمين العام لحزب الله قال إن لم يصيبوا شيئا ولم يضرونا بشيء، القواعد تشتغل والصواريخ تنطلق إلى ما إليه. خاصية حيفا هي ليست كخاصية عكا أو خاصية تل أبيب، هذه حتى اللحظة أنا قبل قليل ذكر أخونا أستاذ صباح قال أمين يوصل لنا الرسائل وكذا، احنا عندنا جروب نسولف بيه، كتبت لهم للأخوة يمكن انتبه أستاذ صباح، قلت هذا مورد حزب الله لا يعتقد ذلك ردا، ولا هذا يسميه ردا أولي، وهذا هذا اللي تكرر بالبيانات الصادرة من المقاومة اللبنانية. هذا اللي تكرر كثيرا أستاذ صباح، مسألة الرد الأولي، وهذا يخلينا نسأل شنو اللي يملك أكثر اليوم حزب الله حتى يرد بشكل أقوى، ورد ما يعتبر أولي، رد نهائي أو رد ثانوي على الكيان الصهيوني. لاحظ أنه الردود يعني إذا كانت ردود انفعالية وليست ردود استراتيجية فهذا لا يقوم به حزب الله. حزب الله يتعامل ويتعاطى بذكاء عسكري خارق جدا، في كل مرة نجد أنه هناك يعني قدرات عسكرية تنفتح، يعني مثلا وخطط جديدة. الخطة الجديدة الآن التي تحدث عنها حزب الله هي خطة الحساب المفتوح، أي أننا عندما نتعامل لا ننتظر، يعني اليوم مثلا الرد على استشهاد فؤاد شكر لم يقتصر على مثلا 320 طائرة مسيرة وصاروخ، استعجل علي البعض كل مرة شو وقت الرد، شنو راح يصير الرد بعد كل عملية. وبالمناسبة عندما يتحدثون بهذه الكيفية أنا أستغرب من الأشخاص الذين يتحدثون بهذه الكيفية. أنا سبق وأن قلت قبل سنوات وأعيد هذه العبارة، أنتم تقارنون ما بين حزب الله كقوة ضاربة وما بين إسرائيل كدولة نظامية. حزب الله هو لا يمتلك صواريخ، يعني فقط دولة، يعني إذا تسمح لي ولا أقول لك، أنا أقول لك كدولة حزب الله ليست بدولة، إسرائيل دولة مدعومة من قبل دول عظمى من أوروبا وأمريكا وغيرها. حزب الله ليس لديه حتى الدعم العربي، لا يوجد لديه، يعني لا تحدث اليوم عن الدعم الإيراني أو الدعم الداخلي. عندما تكون هناك مقارنة، هذه المقارنة يعني مقارنة مشلولة، مقارنة غير واقعية، عندك تتحدث عن شخص، عن قوة تمتلك قدرات هائلة وعن قوة تمتلك قدرات محدودة، لكن عندما تجد هذه القوة التي تمتلك قوات محدودة المتمثل بحزب الله تؤثر بهذه الدولة التي تمتلك قدرات خارقة، وحتى لو حصل يعني خدش قليل يفترض أن يعتبر نصر كبير جدا للخلاف للفارق فيما بين القوتين. وهذا هو الدليل إلى اليوم، معركة طوفان الأقصى من اليوم الأول حزب الله داخل
في الخط سنة كاملة يعني بعد أيام راح تكون سنة كاملة ما قدروا يوقفون الجبهة الشمالية بالنسبة ما توقفت الجبهة الجبهة الشمالية ما توقفت حتى جبهة الحوثيين وجبهات الأخرى عندما تكون مثل هكذا مقارنات هذه مقارنة مجحفة أنت عندما تتعامل تقارن حزب بالدولة أضف إلى نقطة أخرى أنه حزب الله عندما يتعامل بعملية الرد يتعامل بالروية ويتعامل بطريقة أنه يحسم أكثر من حساب أولا يتعامل بطريقة أنه كيف يجعل العدو إلى درجة عالية من الانهيار العصبي حتى دفع بعض المسؤولين عند اغتيال فؤاد شكر وطالت مدة عدم الرد قالوا إذا لم يرد حزب الله فسوف نوجه نحن ضربة هذا يعني أنه قد أثر بقلق أحسنت يعني أولد لديهم القلق إذن عملية إقلاق الطرف الآخر هي تعتبر جزء من العمليات العسكرية والنفسية لماذا أنا دائما أتعامل بالضربة يعني عندما قيل في العرب عندما كانوا يقولون في المثل لوح بالعصا ولا تضرب به التلويح كانت أقوى من الضرب لأن هذا الذي تخيفه في كل يوم ثم لن تضربه يشعر أنه في كل يوم هو ميت مثل ما نقول بالمثل العامي أوعدك بالوعد وزقيك يا كمون هذا شخص اسمه كمون صار عنده هزال وضعف لأنه هو ما سقاه السم ولكن وعده بأنه سيسقيه السم فجعله يهزم لذلك يظهر الكيان لذلك يظهر الكيان بكل مرة بهذا المنظر ذاك اللي قال بس عبر نرتاح هنا تذكره زين استاذ امين القناة العبرية عنونت اليوم انه قواعد اللعبة تغيرت بعد هجمات حزب الله ونحن اقرب الى حرب شاملة اليوم الكيان يسعى الى حرب شاملة بعد هذه العمليات شوف الكيان مع التخريب يعني كل ما يتمكن من ضربي وتخريبي وتحطيم وتهديم هذه الدول في المنطقة مثل ما فعل في العراق وفعل في سوريا وفعل في فلسطين وفعل في الدول الخليجية التي ذهبت إلى التطبيع هذه سياسة التلويح والعصا والجزر يعني يصعد ويصعد ويتحدث لكن أولا المنطقة عليها أن تنتبه إلى أن نتنياهو هو ليس حامل بوابة اليهودية الصهيونية والمصالح العربية والخليجية في المنطقة لا هو يدافع عن نفسه يدافع عن وجوده يدافع عن سياسته عن انتخاباته عن حزبه وبالتالي الخاسر الأساسي في هذه المعركة في حال صعد حزب الله وذهب إلى رد أقصى من هذا الرد واشترك في هذا الرد الحلفاء فإن الخاسر ليس نتنياهو الخاسر هي المنطقة برمتها اليوم الأمور معروفة المنطقة رايحة وين بأي اتجاهات الشعوب أستاذ أمين وضع الكيان وضع الكيان مهيئ على أنه يوسع دائرة الصراع ويوسع قواعد الاشتباك ما احنا نشوف الجبهة اليمنية المقاومة العراقية حزب الله نشوفه قدام هذه العناصر وهذه الجبهات وضع شنو الكيان يعيش حالة أسر مثل ما كان صدام اللعين ودول كلهم واحد يشبه الثاني كان يأخذ القرار عن الأمة وعن الناس وعن الشعب وعن المنطقة اليوم نتنياهو يتعامل مع الكيان ومع المنطقة بنفس الطريقة العنجهية وبالتالي أنا يعني هو الرب الأعلى هكذا اليهود حتى يحدثوا يعني خراب الهيكل الثالث مثل ما أشار الأمين العام لحزب الله اليوم الحزب يعني بجهوزية تامة سماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أطال الله في عمره يقول نحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نقول ونتحدث نحن لم نشترك إلا بالقلة القليلة من الشباب وبالعدد القليل من العتاد والإمكانيات والأسلحة والصواريخ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وهذا متفق عليه اليوم في نقمة داخلية وهذا إذا كانت وهذا داخل إسرائيل متفق أو غير متفق نعم هو غير متفق بس خلي أكمل هاي الفترة لأنه صار مرتين الطيارة عكس الداخل اللبناني بعد حادثة البيجر في الثلاثاء والأربعاء مستشفيات طرابلس اللي كانت في يوم من الأيام حاضرة للتطرف حاضرة للعنفيين والإلغائيين ضد حزب الله مستشفيات طرابلس صارت تستقبل جرحى القياديين وعناصر حزب الله وبالتالي اليوم لبنان أكثر تماسكا ولربما علاقة بين أواصر أطيافه ومجتمعيته أكثر من ذي قبل حتى أكثر من 2006 لأنه الاستهداف أخذ يطال المدنيين والأبرياء إذا كان قبل أكو مشكلة مع حزب الله مشكلة أيديولوجية مشكلة تتعلق بالسياسة وهذه البعض استاذ امين البعض اليوم يشوف فقط الجنوب اللبناني هو المؤيد والمناصر لحزب الله
كل مناطق لبنان البارحة واليوم وأول البارحة معظم الوزراء والنواب والفعاليات والأهالي نزلوا إلى ضاحية بيروت الجنوبية. التبرع بالدم، الجنائز كانت تقرأ أدراسها للتضامن مع اللبنانيين، مع ضاحية بيروت الجنوبية، مع أبناء جبل عامل الأشاوص الشجعان. نعم، في التحام الوزراء سواء كانوا ينتمون إلى تيارات مختلفة، بياناتهم واضحة، رئيس مجلس الوزراء، ولاحظنا رئيس حكومة صرف العمال كذلك بيانات واضحة، قطع زيارة الوزراء في مناطق القصف وقال أن الداخل اللبناني يحتاج أكثر. نعم أستاذ صباح، اليوم كل ما نعيشه هو ارتدادات لحرب غزة، والجبهة اللبنانية هي جبهة مناصرة لشعب غزة ولأبناء فلسطين المحتلة. إذا نتساءل اليوم بعد كل هذه الفترة وبعد سنة من الحرب تقريبا، أكو فد رؤية استراتيجية عند الكيان الصهيوني؟ يعني اليوم الكيان ونتنياهو شنو اللي يريده من الحرب، وهل تحقق ما يريده أساسا؟ ولم يحققوا ما يريدونه، أو ما حققوا شيئا واحدا، أنهم صنعوا من قادة عرب انبطاحيين قد التزموا الصمت أمام هذه الجرائم الصهيونية. وحتى أنه البعض يقول أين أصوات مليار مجرم، لم يسميهم مليار حسب مجرم نوع الانبطاح، باستثناء الشرفاء، باستثناء البسطاء، باستثناء الانبطاح واحد، الناس الذين هم يعني كان لديهم الأمل بأن يكونوا في يوم من الأيام ساندين لأخوتهم في غزة. اليوم عندما نتحدث عن المسلمين الذين صمتوا أمام أهلهم في غزة، هذا يعني أن الكيان الصهيوني استطاع أن يلجم أكثر من مليار مسلم، هو بعضهم كان راغبا في أن يقاتل، ولكن إرادة ملوكهم وقاداتهم حجم هذه الإرادة وجعلهم حتى يسكتون. اليوم الأخ أمين نشر لقطة لرجل أوروبي، يعني يأتي أمريكي ربما يأتي بهراوة كبيرة ويضرب الشاشة ويكسر الشاشة على نتنياهو. أنا علقت وقلت لو كان أحد العرب عمل هذا الشيء لذهب القادة الانبطاحيون إلى سجنه وتعذيبه لأنه قام بضرب سيدهم. أنا أقول اليوم عندما يتصرف مو على مود يخلوه بالسجن، بس هم محتاجين هراوة ذول العرب مستفيدون طبعا أنا أقول أنه الذي قامت به الكيان الصهيوني هو أثر على المجتمع العربي وقادة العرب الذين هم بالأساس مطبعون. هو هذا الهدف الأساسي؟ لا، هذا لم يكن الهدف الأساسي، هذا الهدف كان الأساسي. الهدف التمهيدي للهدف الأساسي. لا، هو أولاً هو أراد أن يجعل حزب الله في عزلة عندما وضعوا مفهوم التطبيع. هو أراد أن يجعل حزب الله وحيداً في الميدان عندما لجم كل قادة العرب وقال لهم أنكم لن تتحركوا باعتبار أنه هناك بنوك وهناك دولار عندكم، الولايات المتحدة ستتحكم بكم وستسقط قيمتكم في كل الأماكن. بالتالي هدأوا وركنوا، بل هناك هم من صفقوا. اليوم نحن لا نريد من البلدان العربية أنهم يعني يدخلوا في هالحرب أو يشجعوا حزب الله، عليهم أن يسكتوا على الأقل. بعض الذين يعلقون عندما يقولون الحمد لله الذي أصاب حزب الله واللبنانيين، يعني هذه الشماتة يعني لا يعملها عدو بعدو، كيف بهذه الروحية؟ هذا نشوفه على الشماتة الكبيرة الموجودة. حزب الله الكيان الصهيوني استطاع أن يأتي هذه النتاجات البسيطة، ولكن هل أثر في اللبنانيين؟ ما تحدث به زميل العزيز أمين كان واضحا أن اللبنانيين هم اليوم خرجوا بتظاهر الدعم، أي أن حتى الذي كان لا يؤمن بحزب الله اليوم أصبح بعد هذه المواقف بعد هذه الأزمة أصبح يؤمن بحزب الله. لماذا يقول؟ لأن الذي قام بها تفجيرات البيجر هو لم يصب حزب الله، بل أصاب أكثر من 3,000 أو 5,000 مواطن بريء لا علاقة له. ما يعني أنا كمواطن لبناني مسيحيا كنت سنيا شماليا جنوبيا فأنا أرفض مثل هكذا تصرفات. بالتالي حزب الله اليوم يوم بعد يوم يتقوى، وهو يعني مستفيدا من هذه النتاجات التي يعني تتركها القتال في هذا وضع المواطن اللبناني. اليوم إذا أسأل على الداخل في الكيان الصهيوني، لما نسمع أكثر من مليونين شخص من الكيان الصهيوني هم تحت مرمى النيران، وهذا ما أتعنون الصحافة الإسرائيلية، بالإضافة إلى الغارات في أكثر من 84 منطقة وحي، هذا شنو تأثيره اليوم على الحكومة بالنسبة للكيان الصهيوني وعلى نتنياهو؟ الصحف الإسرائيلية اليوم هي التي بدأت تنشر يعني ما يشعر به المواطن الإسرائيلي من أن الدروع الصاروخية التي قيل بأنها ستحمي المواطن، والمواطنون قالوا بأن هذه الدروع التي لم تتمكن من حمايتنا فلن نستطيع أن نعيش منها إلى عام اليوم. هاي الضربة ضربة مصانع، هذه
هذه الوسائل الدفاعية، ضربت مصانع القبة الحديدية مثلا. نعم أحسنت، هذه المصانع هي التي يعني تنتج هذه القبب الحديدية. لماذا؟ لأن عملية الهدهد قد كشفت كثير من المواقع. عملية الهدهد يعني جعلت قدرات إسرائيل مشلولة. يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، لو أن بعد عملية الهدهد اللي كان قبل يعني شهرين تقريبا أو أقل أو أكثر، لو أن الكيان الصهيوني أراد إفراغ هذه المؤسسات والقواعد العسكرية والمصانع من أنها تحتاج إلى شهور أطول، بالتالي حزب الله استفاد أيضا من هذه الضربات الإسرائيلية حتى يوجه ضربة في مقابل ضربة، يعني ضمن القواعد الاشتباك. إلى حد الآن بالمناسبة يعني حتى المتلقي العزيز يعرف، حزب الله لم يغادر قواعد الاشتباك إلى حد الآن، على الرغم أن الكيان الصهيوني هو لا يتعامل بقواعد الاشتباك، يضرب المدنيين مع العسكريين مع القادة بضربة واحدة. حزب الله يوجه ضرباته إلى المواقع العسكرية، وإذا حصل أي تضرر بمواطنين من مدنيين فهذه تعتبر جزء من الأخطاء العسكرية الحربية. أما أن حزب الله يوجه صواريخه بشكل مباشر إلى المدنيين، لا يوجد مثل هذا الشيء. ولكن حزب الله ممكن بعد الفترة المقبلة إذا ما تمادى نتنياهو بضرب المدنيين، يحق لحزب الله في تلك اللحظة أن يوجه صواريخ إلى المدنيين. وأعتقد إذا وجه صواريخ إلى المدنيين سينقلب المدنيون على نتنياهو وعلى حكومته وعلى حزبه لإنهاء الكيان الصهيوني. يستهدف المدنيين يوميا، يستهدف في المدنيين كل يوم طبعا، سواء في غزة، في باقي المدن الفلسطينية المحتلة، أو حتى في الجنوب اللبناني. لكن ما يتوقع أعتقد أنه حزب الله اليوم يستهدف المواطن يتوقع أولاً يعني حتى نوضح هذه الصورة. حزب الله يتعامل باعتباره حزب، هو عندما يسمي نفسه حزب الله ولم يسمي نفسه حزب الشيطان حتى نقول له الكيان الصهيوني. حزب الله عندما يسمى حزب الله هو يتعامل بالوفق المنهجية المحمدية، وفق المنهجية العلوية، لا يريد أن يقاتل البريء بجريرة القاتل أو يقتل الابن بجريرة أبيه. ولكن توقع كل شيء، توقع أن عدوك عندما يعمل بعملية إبادة جماعية، على سبيل المثال لو أن الكيان الصهيوني استخدم الصواريخ العنقودية، أو أنه استخدم صواريخ مثلا غازات القاتل الكيميائية وغيرها، هل تعتقد بأن حزب الله لن يتعامل بهذه الكيفية؟ ربما قواعد الاشتباك ممكن تتغير، انا لا اقول بان لا ربما تتغير، وهذا ما يسعى الكيان الصهيوني، لان عدوك قد سمح لنفسه ان يقتل لك البريء وغيره. لماذا لن تسمح نفسك بان تقاتله؟ والقران يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بماذا؟ بمثل ما اعتدى عليه. اي انه لديه قاعده يتعامل بالمثل، ولكن قاعده المثل الى حد الان لا يتعامل بحزب الله. الضابط الاخلاقي وديني طبعا، هناك ضوابط اخلاقيه يكون موجود عند حزب الله عكس ما عند الكيان الصهيوني، باعتبار حرب الاماده الجماعيه مستمرة لمدة سنة، ونشوف الكيان الصهيوني مستمر. إذا أنتقل لتفصيلة أخرى ودور مهم، إذا أتسأل اليوم على الدور الأمريكي بهذا الحرب، ما هو الدور في هذا الوقت بالذات؟ يعني نسمع أنه الجانب الأمريكي يسعى إلى إيقاف الحرب، وأكو جولات، وبلينكين يتواجد في جولة، وتواجد قبل أيام في مصر. اليوم الولايات المتحدة تتعامل بطريقة خبيثة وماكرة، طريقة أنها في الإعلام، في وسائل الإعلام تبين بأنها هي لا تريد الحرب، وأن الولايات المتحدة تحاول دائما أن تجنب المنطقة الحرب، ولكن في الواقع أنه هناك عملية دعم. تتعلم أن عمليات الدعم لإسرائيل كانت على شكل وجبات، 16 مليار دولار، بعدها مبالغ أخرى، والكونغرس داعم له، والقوى الأوروبية داعمين للكيان الصهيوني، والدعم المباشر من قبل القادة. حتى الذي يريد أن يكون رئيسا للولايات المتحدة عليه أن يعطي الضمان والطاعة إلى اللوبي الصهيوني حتى يستطيع أن يكون رئيسا. بالتالي لا أعتقد بأنه الكيان الصهيوني اليوم لوحده، وأن الولايات المتحدة هي اليوم تتعامل بطريقة الأم الرحيم أو الأب الرؤوم. لا، الولايات المتحدة اليوم هي من تدفع باتجاه، ولكن هناك نقطة جدا مهمة، هذا الدعم الأمريكي طبعا. أنا فقط أتحدث عن الدعم الأمريكي. لاحظ الولايات المتحدة في هذه المرحلة الحرجة تحاول أنها توقف الحرب، تحاول أنها توقف السبب الحرب. يعني السبب أولا هناك مصالح أمريكية وشيكة على الانهيار. المؤشرات التي يتحدثون عنها خبراء الاقتصاد والخبراء الماليين يتحدثون عن اضطراب كبير سيحصل في العالم في مسألة النفط أو في مسألة أسعار الذهب وغيره، وهذا ما دفع الصين أن يوجه شعب الصيني بشراء أطنان من الذهب. الداخل الأمريكي رافض لهذا الدعم، وشفنا مسيرات المظاهرات طبعا في أول يوم كانت، والجامعات الأمريكية وخروج المواطنين، هذه كلهم يرفضون عملية الحرب. ولكن خبراء الاقتصاد، أنا أتحدث عن خبراء الاقتصاد الذين هم ضمن المنظومة الأمريكية
الأمريكية، ليس يعني أناس مستقلين يتحدثون، يقولون بأن الوضع الأمريكي قد لا يتحمل. أمريكا بدأت تلغي بعض قواعدها في بلدان العالم لأنها ما عادت تتحمل القدرات العسكرية، وخاصة بعد كورونا بدأت أمور تتغير. هناك بعض البلدان الأوروبية اليوم، أوروبا بعد كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع عندهم الأسعار 3 أضعاف. أي أن القدرات اليوم بدأت تقل، قدرات أنه المساعدات للكيان الصهيوني. أكل يوم فد صراع أميركي صهيوني في مسألة مستقبل الحرب، باعتبار نتنياهو مثل ما ذكرت أنه هو ما حقق أي هدف من أهدافه، والجانب الأميركي يسعى إلى إيقاف إطلاق النار، حقيقة أم ادعاء؟ هذا ما يظهر بوسائل الإعلام. طبعاً أكو في التقاطع. لا لا، هو ماكو صراع، ولكن نقول يعني خلاف. الولايات المتحدة كانت عندما تعطي الأموال إلى الكيان الصهيوني لتعجيل إنهاء الحرب وتعجيل ضرب حزب الله وتعجيل استمرارية الحرب، ما متوقع استمرارية الحرب. لا أبد. أشوف كل الحروب لا تحتمل الاستمرارية، لأن الاستمرارية تعني الاستنزاف، أي أحد الطرفين، إما الطرفان يستنزفان أو أحدهم يستنزف. بالتالي حروب الاستنزاف تكون في 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 بعض المحاولات، أنك إذا كنت تمتلك طاقات وأموال كثيرة وكبيرة وتريد أن تسقط هذه الدولة وتمحوها من التاريخ، تتماشى بعملية الاستنزاف. ولهذه الدرجة، لهذه الدرجة طوفان الأقصى وغيرها من الجبهات استنزفت الكيان الصهيوني. طبعاً، لأن أنت لاحظ يعني تماماً مثل ما أنت تمتلك مسدس وترمي إطلاقات من هنا وهناك على شخص معين. وهذا هو لا يمتلك مسدس بل يمتلك صواريخ، هذه الصواريخ لا تقتلك، أو يمتلك مثلا صواريخ الـRPG مثلا، وأنت محصن لا يستطيع أن يقتلك. بالنتيجة من الذي خسر؟ الذي رمى إطلاقات لمسدسات أو الذي رمى صواريخ؟ بالتالي هذا الذي رمى صواريخ هو الذي استنزف. هنا حرب الاستنزاف هي التي يتخوف منها الولايات المتحدة. لاحظ، أنا قلتها سابقا وأقولها متكرر، أن الولايات المتحدة اليوم عندما دفعت باتجاه إنهاء الحرب، إنهاء الحرب بانتصار الكيان الصهيوني، لا إنهاء الحرب، لكن الكيان الصهيوني وفق أي قاعدة وفق أي واقع اليوم انتصار الكيان الصهيوني؟ وفق قاعدة إنه الكيان الصهيوني أنت تمتلكين الخارطة، وأنت بخارطة مباشرة مع حزب الله. ومع يعني خرائط الموجودة والقواعد الموجودة عند الكيان الصهيوني هي أكثر من أي دولة، باعتبارها معنية وهي جارة لتلك الدولة، وحتى موقعها جار طبعاً وموقعها. لكن أنا أقول لك أن الكيان الصهيوني اليوم يريد أن ينهي الحرب قبل مرور 6 أشهر تقريبا، لسبب واحد، أنه حجم الاستنزاف الذي حصل لهذا الكيان وحجم الدعم بدأ يقل، وهذا إذا لم يحقق الانتصار معنى حزب الله سيكون منتصر وحماس سيكون منتصر. الكيان ما لهذا تعجل الكيان الصهيوني بإدخال حزب الله في الحرب، حتى يدخل حزب الله في الحرب بشكل مباشر ويقضي عليه. الكيان ما قادر يواجه كل هذه الجبهات بمفرده بدون الدعم الأمريكي والدعم الأوروبي. مستحيل مستحيل. هو ليس ترى بالمناسبة الدعم ليس فقط الدعم المالي والدعم أخر. حتى الدعم في مسألة التجارة وفي مسألة هذا تسأل يعني عنه، انه الدعم فقط مالي ام انه دعم سياسي؟ لا هناك دعم سياسي وتجاري واعلامي عالمي وغيرهم، حتى ان زرعوا التعاطف البلدان مع اسرائيل حتى تكون هناك عمليه دعم. لكن هذا الدعم عندما لم تاتي بنتائجها امام حزب صغير، فهذا يعني ان حزب الله هم الغالبون. بالتالي عندما نتحدث عن الصراع الكيان الصهيوني وصراع حزب الله، هذه كلها مؤشرات تبين بأن الكيان الصهيوني أصبحت ضعيفاً أمام قدرات حزب الله التي تعتبر قدرات بسيطة جداً. إذا أسأل اليوم عن دور المقاومة العراقية ودخولها في هذه الحرب، ولو أنه هي داخلة من البداية، من بداية معركة طوفان الأقصى ودخول صواريخ الأرقب العراقية وضربها مناطق مهمة وأهداف مهمة في داخل الكيان الصهيوني، اليوم شنو أهمية هذا الدعم المستمر ودخول المقاومة بهذه القوة؟ يعني مفهوم تعدد الجبهات التي كانت واحدة من المفاهيم التي طرحت في عملية تعدد جبهات الميادين، هذه تعتبر جزء من المخططات المهمة التي استطاعت أن تأتي ونتاج المقاومة، أن عدوك أينما تصفعه فهو يتألم، إذا كانت الصفحة من الشمال وصفحة من الجنوب وأخرى من الشرق وأخرى من الغرب، كل هذه ستزعج العدو. الضربات الصاروخية العراقية التي وجهت من قبل المقاومة العراقية الباسلة كانت ضربات قاسمة، كانت ضربات قوية، لكن من الذي يوصل هذه الضربات؟ هل تريد بعض القنوات العربية المتصهينة أنها توصل إلى المتلقي العربي عن حجم الأضرار التي قامت بها؟ هم لا ينقلون هذا الشيء، ويقولون أن هذه الصواريخ قد ذهبت إلى بعض المناطق غير الآهلة بالسكان، بمعنى أنه صاروخ كان ما استهدف الصواريخ الحوثية التي توجهت وضربت وقصمت ظهور قواعد إسرائيلية وإسرائيل نفسها، قالوا بأن هذه الضربات لم تأتي. الإعلام العربي لم يكن يوما مساندا، للأسف الشديد أغلب هذه وسائل الإعلام لم تكن مساندة للضربات العراقية وضربات حتى الحوثية. حتى بضربات البارحة
نشوف بعض الوسائل وبعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تقلل من أهمية وقوة الضربة. هي هذه أنت شلون تريد توصل؟ يعني شايف أنت بعض الأفلام من يجي بطل الفيلم يجي هذا ضربه بوكسات وضربه راشياتي وهو باقي صامد يقول له أضرب أضرب، هذا شو يسوي؟ ينهار معنويات العدو أمامه، يقول هذا راح يشعر بأن إيده ضعيفة أو عدوه قوي. هذا طبعا عندما يقولون أن هذه الضربات لم تصل وأنها لم تصل إلى أهدافها وأن هذه الضربات مثل ما قالوا سابقا للأسف بأنه عبارة عن مو صواريخ، عبارة عن جيزرات اللي كانوا يجعلون يقللون كالصواريخ الإيرانية التي توجه إلى الكيان الصهيوني. اليوم نفس العملية وسائل الإعلام يتعاملون بها حتى يقللوا من من قوة المقاومة، وبكل مرة تثبت المقاومة سواء المقاومة اللبنانية أو اليمنية أو العراقية تثبت العكس. وخير دليل الأهداف اللي تم استهدافها يوم أمس وحتى صباح اليوم، أنا أشكرك الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، كذلك أشكر الأستاذ أمين ناصر انضم لنا عبر سكايب الكاتب والسياسي المستقل من بيروت، الشفاء العاجل إن شاء الله لكل جرحى الضاحية الجنوبية في لبنان وكذلك في المناطق المحتلة في فلسطين وغزة وكل المناطق الفلسطينية المحتلة، والرحمة والغفران بالتأكيد إن شاء الله للشهداء. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.